بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد. شركة الدليل الوضح للتعليم والتدريب، كلية تقنيات الهندسة النفطية، واللوجينج، تسجيلات الأبار، ليكتشر 7، محاضرة 7، فصل 6، تحت الإشراف الدكتور فارس فتحي. طبعا احنا آخر شيء وصلنا في المحاضرة 6، والمحاضرة 6 شرحنا فيه الانواع الريزستيفيتي بالكامل، سواء الالكتريكال لوجز سواء الاندكشن لوجز، وعطينا اختصار بالكامل لهذه المحاضره، واختصرناه يعني ابسط ما يمكن، وحطينا ممكن حتى بعض الاسئله الاسترشاديه على كيف ان يجيك السؤال بالنسبه للريزستيفيتي لوجز، سواء كان الالكتريكال لوجز سواء كان الاندكشن لوجز، وخذينا كم سؤال شنو هو الفرق ما بين الالكتريكال لوجز والاندكشن لوجز زي ما قلنا عليه. وتو حندخل في ان شاء الله باذن الله حنخش في محاضره جديده، هو حنبدا ان شاء الله في الانواع اللوجز. اللوج برزنتيشنز زي ما خذينا مره نحن اللي فاتت، اللوج برزنتيشنز قسمناه الى 3 بارتس. رقم 1 عندنا نورمال سكيل، ورقم 2 عندنا لوج يونت، ورقم 3 عندنا او يونت سكيل، وعندنا رقم 3 هو اللوج سكيل. وعرفنا ان نورمال لوج قلنا زي ما قلنا هو عبارة عن يعني لوج عادي جدا، يكون ماشي يعني سواء بالاعداد الجزئية او بالاعداد الفردية. السكيل يونت رقم 2 قلنا عليه هذه وحدة قياس جهاز انا اللي نشتغل به عادة ديما نلقاه موجود في الهيدر، بينما اللوج سكيل نحن عرفناه كيف ماشي اللوج سكيل من 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 6 7 8 يوصل 10، بعدين يمشي ال 10 20 30 40 لعند ال 100، وبعدين يمشي كذلك ال 100 لعند ما نحن نوصله ال 2. وهذا هو قلنا عليه اللوج سكيل او اللوغاريتمي، هو المقياس اللوغاريتمي، وهو يعتبر طبعا ادق سكيل من الثلاثه الاشياء هذه. هذا اختصار بصفه عامه اللوج برزنتيشنز. بعد ما نستلم قلت لهم هنا اللوج برزنتيشنز، بتقول لي عندي اللوج، عندي نورمال سكيل يعني عندي سكيل عادي او سكيل طبيعي، وعندي وحده السكيل هو اللوج يونت، وعندنا اللوغاريتميك سكيل. Applications or uses of the resistivity logs. شنو هن الابليكيشنز التطبيقات او الاستخدامات الريزستيفيتي لوجز، هن الاجهزه المقاومه. طبعا سؤال هذا مهم جدا لابد نحطه نحن في العين الاعتبار. شنو هن التطبيقات او الوظائف الريزستيفيتي لوجز؟ اول حاجه determined the hydrocarbon versus water bearing zones. اول شيء طبعا حددنا الهيدروكربونز. الهيدروكربونز نحن عرفناها ان هو مقصود به النفط والغاز، وكذلك حددنا الطبقه المحتويه على الووتر او الماء. رقم 2 indicated permeable zones، يوريني الزون اللي تكون فيها permeability فيها عاليه جدا. رقم 3 determine the resistivity porosity، توضح لي كذلك يعني permeable pods سواء كان بوروستي والبرميبلتي، توضح لي ان الفورميشنز هذا يحتوي على بوروستي والبرميبلتي اي برميبل بيدز عاليه جدا. استيميت ذا ووتر ساتوريشن هو تقدير التشبع المائي. عندنا الاورجينال اويل ان بليس هي الاس تي او او اي بي، هذه حنجوها بعدين ان شاء الله في الكورس اسمه الانهانسد اويل ريكفري او طرق الاسترداد الاضافي، حنعرفوا كيف شنو. عندنا حاجه اسمها الاوريجن، عندنا الاوريجن بليس، وعندنا الريزيرف. حنجون شنو بالضبط شنو معنى الاوريجن وشنو معنى او الريسورس، يعني مش الاوريجن، هو عندنا الريسورس وعندنا الريزيرف بالنسبه للاويل، حنجون ان شاء الله في الكورس انهانسد اويل ريكفري. عندنا كلوريشن، الكلوريشن طبعا زي ما قلنا هذا عباره عن مضاهاه او تطابق الوحدات الصخريه ما بين، مثلا يكون عندي ثلاث ابار او اربع ابار ونبي ندير ترابط بيناتهم، وبذلك نشوف نوع الصخر او الوحده الصخريه اللي تكون متواجده في الاربع الابار، وهذا هو نوصل معناها ضوئيه الترابط.
والترابط هذا يوضح لي بعدين اذا كان عندي ستراكشر، اذا كان عندي اختلاف البيئه الترسبيه، هذا كله يبين لي الليثولوجي. رقم سبعه عندنا حاجه اسمها ليثولوجي ريكوجنيشن، يعرفني نوع الصخر. يعني عندنا اشياء مهمه جدا، السؤال هذا مهم جدا. يعني مثلا نقول لك شنو هن الابلكيشنز او يوزز اوف الستاتيفيتي لوجز، اول حاجه حددنا في نوع الصخر، حددنا في المساميه والنفاديه، وكذلك يحدد الطبقه المحتوي على الماء ويحتوي على الهيدروكربون، وتقدير التشبع المائي. ونفس الشيء عندنا اخر شيء هي المظاهر، هو الكولوريشن. ان شاء الله هذا يعني يعتبر من اسئله مهمه، وعاد عندي من جي في الفاينل شنو هن الابلكيشنز او استعمالات الريزستيفيتي لوجز. Recognition of hydrocarbon zones. كيف يتم التعرف على الهيدروكربون زونز او الطبقه اللي تحتوي على الهيدروكربونز؟ نحن بعد ما نحكوا هيدروكربونز معناها نحكوا على نفط ونحكوا على غاز، بذلك النفط والغاز يختصروا فيه طبعا انهم هيدروكربونز لانه يحتوي على هيدروجين وكربون، باستثناء الماء طبعا، الماء يحتوي على ذرتين هيدروجين وذره اكسجين. يعني ذره هيدروجين وذرتين اكسجين. بذلك الماء ما تعتبرش من الهيدروكربون، صح هي موجوده في الريزرفوار يعني تحت الاويل، لكن ماهيش من ما تعتبرش من هيدروكربون لان ما تحتويش على هيدروجين وكربون. نحن كيف نحدد الهيدروكربون زونز؟ يعني كيف نحدد؟ نحن عندنا طريقتين نحدد فيه نعتا. رقم واحد نفس ما خذيناه تو عن طريق الريستيفيتي لوجز، يعني نحن خلينا نقسمه نقولوا نحن ريكوجنيشن اوف هيدروكربون زونز نحدد بطريقتين. اول حاجه في الاوفيس، ورقم اثنين في الفيلد. في الاوفيس عن طريق الريستيفيتي لوجز زي ما خذينا تو، الوظائف الريستيفيتي او التطبيقات الريستيفيتي، اول نقطه خذيناها ان هي توضح او ديترماين ذا هيدروكربون زونز، يعني عن طريق الهيدروكربون زونز. هذه بالنسبه للاوفيس. اما بالنسبه للاويل فيلد في الحقل النفطي كيف نحدد؟ طبعا نحدد فيها عاده الجيولوجي او ما يعرف بالويل سايت. الجيولوجي هذا طبعا مجرد ما يطلع عينات من البير نحن ناخذه في العينه ونصبه فيها في جهاز يسموه فيه اليو في بوكس. هو او الاجهزه او ما يعرف اليو في بوكس، هو طبعا جهاز زي صندوق والاشعه اللي فيه هي الاشعه فوق بنفسجيه ولون ازرق. نحطه في السامبل هذه تحت ال اليو في بوكس، وبعدين احنا نبحثه في السامبلز. اذا كان معطيني اللون زي الجولد لامك زي الذهبي نحن نقول هذا دي معناته هو الاويل. لكن هنا مرات يخدعنا، مش كل شيء لامع معناها اويل، مرات يكون فيه هيفي ميتالز او هيفي مينرالز. حتى الهيفي مينرالز يعطينا في البرايت هذا اللون زي الذهبي. هذا كيف نفرق مش ان نقول هذا هيفي مينرالز والاويلز؟ عندنا حاجه نسمو فيه المحلول طبعا كيميائي، هو الاسيتينز. نحن نضيفه فيه الاسيتين هذا نضيفه فيه في العينه، بعد ما نحق العينه زي لونه زي ذهبي نضيف عليه الاسيتينز. اذا كان ضفت المحلول هذا على العينه هذه والعينه نزل منها زي اويل معناها هذا اويل شو او ما يعرف بالاويل شو، واذا كان ما نزلش معناها هذا يعرف شنو بالهيدروكربون او يعرف هذا بانه هو عباره عن مينرالز. طبعا كيف يتم تحديد الهيدروكربون؟ يتم تحديد الهيدروكربون عن طريق شيئين، اول حاجه عن طريق الاوفيس، اوفيس باستخدام الريستيفيتي لوجز، والفيلد عن طريق الوسايت او ما يعرف بجهاز اليو في بوكس. ان هدينا اختصار للكلام هذا كله نحن عاده كما نحدده فيه، يعني سواء كان في يعني نحدده فيه في الاول فيلد ونحدده فيه بالاوفيس. الاوفيس عن طريق الريستيفيتي لوجز، واما بالفيلد عن طريق اليو في بوكس. The spontaneous potential الاس بي طبعا الاس بي هذا يعتبر من اقدم الاجهزه في المستعمل في اللوجين. طبعا الستيتمنت الاولى دي او الجمله الاولى الباراجراف الاولى The spontaneous potential هو الاس بي بين قوسين log was one of the earliest measurements used in the petroleum industry. هذه من ضمن الاسئله تجيكم في الصح والغلط، يعني الشيء هذا يعني الستيتمنت الاولى هذه عاده نجي فيها عاده في الصح والغلط. نقول لك the spontaneous potential هو الاس بي log was one the earliest measurements used in petroleum industry. طبعا لان الاس بي هو تعتبر من اقدم الاجهزه المستعمله للقياس او استعملت في مجال النفطي.
طبعا هو يعتبر جهاز قديم، طبعا بدل عليها كليك. صح، طبعا the SB device measures naturally occurring spontaneous potential in the well bore. These tools utilize a single movement electrodes in the borehole and the reference electrode at the surface, usually located in the mud bed. The SP curve, therefore, is record of the potential differences which exist between the surface electrode and the moving electrode in the borehole. طبعا احنا ال SP بس بيكم على حتى تركز لي على البارجراف هذه او تركز لي على الفقره هذه، ان ال SP يعتبر من اقدم الاجهزه استعملت في مجال النفط او في البتروليوم اندستري. او الستيتمنت هي ممكن ستيتمنت الاولى. Uses of the SP log. نجو هنا نستعمله spontaneous potential او ما يعرف بال SP logs. طبعا هذا ممكن حتى يجيك سؤال، انا بقول لك شنو what are the uses of ال SP logs. رقم واحد تبي تقول لي detect bores and permeable reservoir rocks. اول حاجه يحددنا المسامية والنفادية الموجودة في صخر المكمن أو في صخور المكمن، رقم واحد. رقم اثنين determine bed boundaries and the bed thicknesses. رقم اثنين يحددني حدود الطبقة أو السمك الحدود. بعدين نقول حدود الطبقة هو نقول نفس bed thicknesses، يعني هو سمك الطبقات. رقم واحد يحدد لي المسامية والنفادية الموجودة في صخور المكمن. رقم اثنين يحددنا في سمك الطبقات. نجو رقم ثلاثة evaluate the formation water resistivity، هي هو لتقييم يعني هي evaluate the formation water resistivity، هي المقصود بها ال RW water resistivity. هي water resistivity هي مقاومة المياه في formation أو في التكوين الصخري أو ما تعرف بال RW. رقم أربعة determine the volume of shale in the permeable beds. شنو يحدد لي؟ يحدد لي طبقات الشيء اللي موجود وين في البيرمبل بيدز. يعني مثلا البيرمبل بيدز مثلا زي الساند ستون، احنا ساند ستون عارفين ان ساند ستون انه يعتبر من هاي بروستي وهاي بيرمبلتي ويعتبر من صخور المكمن. صح، اذا كان انا عندي ستريكس شيل حيوضحها لي الجهاز الاس بي، هذا يوضح لي اني راه عندي ستريكس بالنسبه شنو للشيء الموجود وين في البيرمبل بيدز، هو الساند ستون. رقم خمسة عندنا الكولوريشن اوف بيرمبل بيتس، نقدر ندير بيه شنو كولوريشن او المظاهاة ما بين الطبقات لداتا النفادية عالية ما بين الابار الموجودة بمحيط البير نحن الموجود نشتغل به نفسه. يعني بعد ممكن نصل هنا نقول ما هو الاستعمالات uses of the SP logs. رقم واحد detect bores and permeable reservoir rocks. رقم اثنين determine bed boundaries أو bed thicknesses، يعني نقدر نحدد بالسمك الطبقات. كذلك لتقييم ال RT هي ال water resistivity. رقم أربعة determine the volume of shale in the permeable beds، نقدر نحن نحدد به شنو ال volume أو المحتوى الشيل الموجود في الصخور ذات النفادية عالية جدا زي sandstone و limestone مثلا. كلوريشن اوف بيرمبل بيتس، هذا اخر شيء هو مظاهر للصخور اللي تحتوي على نفاذيه وسميه هذه المقترح. نجو الجهاز الاخر الجاما ري او معروف بالجي ار. الجاما ري لوكس زي ما قلنا عليه هو عباره عن جهاز هو يستخدم لقياس العناصر المشعه المنبعثه من الصخور او الموجوده في الصخور. العناصر المساعدة زي شنو مثلا قلنا عليه ان الثوريوم والبوتاسيوم واليورانيوم، هذه نعات الموجودات في الصخور الشيل والكلي وفي الصخور النارية زي الجرانايت وفي الغبار البركاني، وموجود ايضا حتى ممكن في الكول. اذا كان اي عندي في التكوين الصخري موجود في البير اي فورميشن او روكس يحتوي على عناصر مشعة، الجامري يعطيني هاي اندكشن ان راهو هنا انا عندي مثل شيل او كلي او مثل جرانايت او فولكانيك اش او كول سمثينج لايك ذات، اي شيء يحتوي على عناصر المشعه، لان الجهاز هذا يستخدم لقياس العناصر المشعه. واكثر شيء نحن نستعمل فيه هو في الصخور الصوبيه. طبعا الصخور الصوبيه نحن عندنا شيل،
الشيل طبعا شنو؟ الشيل يعتبر يعني من صخور المصدر، والصخور النحمل ممكن يكون كابروكس وممكن يكون ريزرفوار روكس، يعني ممكن نستخدمه حتى في تحديد الكابروكس وسورس روكس، يعني الجمارين، لان الجمارين احنا عارفين الشيل، لان الشيل يحتوي على عناصر مشعه. الجاماري طبعا لوجينج واز انتروديوس ان ذا ليت، يعني في نهايه 1930، هذه كانت يعني تعرف او جت يعني في نهايه 1930. طبعا وحده القياس الجاماري هي الاي بي اي يونتس، وهات السكيل بتاعها يكون من 0 ل 200. وش قلنا؟ قلنا ان الجاما ري اكتيفيتي انكريزز فروم ليفت تو رايت، يعني من اليسار ان هي تبدا من صفر على اليسار، من الصفر تبدا مع اليسار وتبدا تزيد من ناحيه شنو الى اليمين عند ال 200. الجاما ري تولز كونسيست اوف ا جاما ري ديتكتور اند ذا اسوسييتد الكترودز فور باسنج ذا جاما ري كاونتس اور كاونت ريتس تو ذا شيفز. يعني زي ما قلنا ان الجاما ري، احنا عرفنا تعريف الجاما ري، الجاما ري زي ما قال ان ذا جاما ري لوج ميجرز، يعني ميجرز ذا ناتشرال جاما ري ايميشنز فروم راديو اكتيفيتي فورميشنز، يعني يقيس لنا في اي العناصر او المواد المشعه المنبعثه من الفورميشنز او من الصخور، زي ما قلنا عليه الثوريوم واليورانيوم والبوتاسيوم، هذه نعات الموجودات في الشيل والكلي. وطبعا احنا عرفنا ان الجاما ري طبعا نقدر من ضمن الاجهزه نقدر نستخدمون في الاوبن هول، ونقدر نستخدمون كذلك في الكيست هول، يعني الاوبن هول مقصود به هو البير المفتوح، يعني مازلنا ما غلطناش بالكيسنج، والكيست هول هو البير المغلق بالكيسنج. يعني ندور خلاصه بسيطه من الجاما ري تولز، ان الجاما ري تولز ان زي ما قلنا انها هي هو هذا الجهاز يستخدم لقياس العناصر المشعة المنبعثة من الصخور مثل الثوريوم واليورانيوم والبوتاسيوم، وهذه موجودات زي ما قلنا في الشيل وفي الكلي وفي البركانيك اش وفي الصخور النارية هنا الجرانايتس. وعرفنا ان الجاما ري وحدة قياسها هي الـ ABI يونتس، وانها هي تبدأ من 0 لل 200، الزيرو عادة يكون في الليفت وال 200 يكون في الرايت. الجاما ري تولز. Two types of devices are routinely used to determine the formation radioactivity. يعني عندنا احنا نوعين من الأجهزة الجاما ري. هذين عادة بنستخدم فيهم في القياس الجاما ري أو لقياس العناصر المشعة. أول حاجة عندنا the gamma ray tool. هو جي آر هو الجاما ري تول. The gamma ray log measures the total natural gamma ray radiation emitting from the formation. This gamma radiation originates from potassium 40 and the isotope of uranium, radium, and thorium series. The gamma ray log is commonly given the symbols G. يعني عاد الرمز الجاما ري يعطي فيه السيمبل بتاعها، السيمبل هو الرمز هو الجي ار. نجو نحن شنو هي الجاما ري 2؟ طبعا قلنا انه بعد خطر هذا السؤال الله يعتبر مهم جدا، ممكن نجيب فيه حتى في فاينل. نقول لك ما هي انواع الجاما ري تول، او نقول لك ما هو الفرق ما بين الجاما ري تول والسبكتركال جاما ري. بتقول الجاما ري تول تبي تقول لي هو عباره عن قياس مجموع العناصر المشعه المنبعثه من الصخور، يعني المجموع، يعني بعد ما نقول المجموع معناه ما يحددليش هذا الثوريوم ولا اليورانيوم ولا البوتاسيوم، يعطيني في التوتال، يعطيني في الكل هو للراديو اكتيف تولز هنا العناصر المشعه. بالنسبة هذا الجاما ري 2. نجو توا النوع الثاني هو سبكتريكال جاما ري او ما يعرف بالاس جي ار. سبكتريكال جاما ري لوك ميجرز ذا ناتشرال جاما راديشن ايميتنج فروم فورميشن سبيلد ان تو كونتريبيوشنز فروم ايتش اوف ذا ميجر ريدز ايزوتوب سورسز. يعني نجو هنا بالنسبه للجاما ري قلنا هي عباره عن قياس التوتال راديو اكتيف تولز او التوتال راديو اكتيف، يعني هو القياس المجموع العناصر المشعه. لكن بالنسبه للسبكترال جاما ري هو يقيس لي في ايش؟ يقيس لي في العناصر المشعه المنفرده، يعني
هو القياس العنصر المشع من بعد من الصخر، يعني اين افضل، التوتال ولا الجام سبكتريكال جاما ري ولا الجاما ري تول؟ سبكتريكال جاما ري، لان سبكتريكال جاما ري يقيس لي في كل عنصر وحدها، ويعتبر هذا مهم جدا اذا كان انا مثلا ندور في الاور ديبوزيتس، ندور مثلا في اليورانيوم، ولا ندور في سمثينج لايك ذات، في اشياء نفس هذه مثلا في الكول ولا في الانين، الافضل هنا هو سبكتريكال جاما ري، لان سبكتريكال جاما ري حدد لي في العنصر وحدها، حسد لي مثلا انني بندور على اليورانيوم حيحدد لي العنصر الاورانيوم نفسه، لكن بالنسبه للجاما ري تول يعطيني التوتال، لكن التوتال شنو، هل هو عندي، هل انا هل 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 الثوريوم بس اللي موجود عندي، ولا اليورانيوم ولا البوتاسيوم، بذلك يعطي فيها المجموع، هذا الافضل، واعتقد انه هو هذا الاحدث السبكتريكال جاما ري، لانه هو عاده يعطيني في كل عنصر وحده، وهذا ما يعرف سبكتريكال جاما ري او الاس جي ار. عندنا هنا نجو طبعا عندنا لوجز معين، واللوجز هذه طبعا هي الجاما، نحن كيف عرفنا طبعا الشكل هذا، طبعا نحن كيف عرفنا ان الجاما ري، اول حاجه بدنا نجو نحن زي ما قلنا عندنا بدل اللوج برزنتيشنز، من ضمن اللوج برزنتيشنز عندنا النورمال سكيل وعندنا اللوج يونت، صح، وحده القياس زي ما قلنا تول اللي نشتغل بها. بعد نشوف فوق هنقول الاي بي اي يونت، الاي بي اي هذه هي وحده قياس الجاما ري، بذلك الجهاز هذا المستخدم جاما ري. وجاما ري شنو قال لنا اخرى؟ ان 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 انه السكيل بتاعه يبدا من 0 ل 200، الزيرو تكون ديما عاده على اليسار، ويمشي يزيد انكريز من ناحيه الرايت، من ناحيه اليمين يبدا يعني من اليمين لليسار. تمام، نجو هنا حنلقوا عندنا شنو كيرف، حنلقوا عندنا قيمه عاليه وقيمه واطيه وقيمه متوسطه. شنو هو هذا؟ نجو ريت رقم واحد، بعد ما نجو لهاي الديفليكشن هنا عندي عالي، واصل تقريبا قريب 80 و90 من الاي بي اي فوق على حسب السكيل، نلقوا شيل. شيل معناه لان هذا جامري، الجامري ديما يعطي فيها زي ما قلنا هاي ديفليكشن، على ان هنا موجود عندي عناصر مشعه كلي به، جت حوالي تقريبا 60 من 50، هنا شو معناها؟ معناها حيكون شيلي ومعاه شيء اخر معاه، يعني يجيك ورينا هنا شنو؟ فيري شيلي ساند، يعني معناها ماهوش ساند وحده، معناها معاه نسبة شيل. نشوف بعدين ناقص جدا تقريبا وصل للزيرو او وصل للعشرة، كاتب لي كلين لايم ستون، طبعا لايم ستون عندهم عناصر مشعة لكن بسيطة جدا، لكن بذلك هو علاش يعطي فيه قيمة 5 10، ما تفوتش ذلك، يعني هنا معطيني كلين لايم ستون، كلين لايم ستون يعني ما عندناش كلي او شيء، ما عندناش كلي او شيء. بعدين كذلك حتى نفس الشيء هنا الدولومايت عندنا، وبعدين نقول عندنا هاي ريفليكشن جي عالي جدا، يعني تقريبا وصل 100، معناها ما عندي شنو شيء واضح. بذلك نجو عندي كلين ساند، عندي كول، عندي شيلي ساند، بذلك القيمه تكون عاليه شويه، شيلي ساند بدل ما في فيه نسبه شيل، حنقول القراءه تكون عاليه شويه ما بين 50 40 30 على حسب نسبه الشيل. بعدين نجو هنا عندنا فولكانيك اش، فولكانيك اش يعني عالي جدا، يعني مش ضروري انها فولكانيك اش يحتوي على عناصر مشعه كذلك، يعطيني انديكيشن ان هنا في فولكانيك اش. هنا ان هنا ممكن تجو التعريف ان بعد ما خذينا التعريف الجاما ري هو القياس العناصر المشعه المنبعثه من الصخور، بذلك خاصه نحن نستعمل فيه في الصخور، يعني في بدنا نروح ناخذ في الصخور الصوبيه، وعاده في الشيء وعاده في العناصر المشعه من الشيل والكلي، بذلك يعطي هاي انديكيشن ان هنا انا عندي شيل او عندي مثلا كلي، وكذلك عندي شنو اذا كان عندي مكسد مع صخر اخر مثلا شيل مع ساندستون او مع لايم ستون، كذلك يوضح لي يعطي لي حتى ديفليكشن، انا يعطيني نص ديفليكشن ممكن 40 50 اي بي اي، يقول لي راه هنا ممكن عندك شيل لسان، عندك شيل لايم ستون او بالارجيليشيس لايم ستون. نجو هنا عندنا الجاماري لوج يوزز، استعمالات الجاماري طبعا حتى هو يعتبر سؤال مهم جدا من ضمن الاسئله المهمه، ما هي استعمالات او وات ار ذا يوزز اوف جاما ري او وات ار ذا ابلكيشنز اوف جاما ري، يعني سواء كان ابلكيشنز او كان يوزز، يعني كله المعنى واحد من السؤال. طبعا احنا هنا عندنا 5 نقاط، نحن ممكن حنختصرهم يعني في 3 نقاط او 4 نقاط. النقطة الأولى هو الاستيميت بيت باوندرز استراتيجرافيك كلوريشنز، يعني الاستيميت البيت باوندرز، يعني زي ما خلينا نبدأ استيميت بيت باوندرز، يعني معناها يحدد لي سمك الطبقات. سمك الطبقات كيف؟ زي ما بدري بعد ما جينا نشيل معطيني التوب والبوتم من الطبقه، معطيني حدود الطبقه، الحدود العلوي والحدود السفليه، وبذلك انا نقدر نحدد بشنو سمك الطبقه. رقم واحد هو الاستيميت البيت باوندرز، هو تحديد
boundaries للطبقات، يعني بنحدد هنا bounds نقدر نحدد اسم الطبقة، رقم واحد. رقم اثنين estimate shell content، هو تقدير الشيء محتوى الشيء، يعني زي ما بدري كان عندنا شيء اللي ساند، الشيء اللي ساند يعني معناها انا اقدر لي ان الساند موش قال حاجه، معناها في نسبه شيء، اي صخر يكون مكسد بشيء يوضح لي، يقول لي انا مثلا شيء اللي ساند، شيء اللي شيء اللي مثلا مثلا ارجيليسيس لايم ستون، احنا كلمه ارجيليسيس معناها عندي نسبه ارجيليسيس، معناها عندي نسبه الشيء الموجوده مع اللايم ستون، يعني ما يكونش صخر بيور، بذلك يكون مع نسبه شيء. وعندنا النقطة الرابعة هي identify mineral deposits of potash, uranium and coal، وبذلك احنا حددنا حتى شنو الـ ore deposits. الـ ore deposits زي ما قلنا عليه ان سواء البوتاش سواء اليورانيوم سواء الكول، وهنا زي ما قلنا ما نقدرش نستعمل الجاماري تول، هنا ممكن نستعملوا السبكتركل الجاماري، لان السبكتركل الجاماري تحدد لي في الـ ore deposits اللي كنا ندور على اليورانيوم نفسه، لذلك يعطي فيها انا indication ان انا عندي يورانيوم ما عنديش مثلا بوتاسيوم. ذيك سبكتر الجمالية يعتبر هو أحدث وأفضل من الجمالية تول، هنا جمالية تول زي ما قلنا تعطي فيها في التوتال، يعني ممكن نختصرون نحن في ثلاث نقاط هنا. أول حاجة عندنا واحد تقدير سمك الطبقة، اثنين تقدير محتوى الشيل، ورقم أربعة لمعرفة ولتعريف الرواسب المعدنية مثل البوتاش واليورانيوم والكول.